منذ لحظات وصل النجم المصري محمد النني إلى معسكر منتخبنا الأولمبي استعدادا للدخول في معسكر مغلق والتحضير والسفر مع المنتخب الأولمبي إلى باريس خلال الساعات القادمة للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها نهاية الشهر الجاري. قدامنا على الشاشة يمكن صور خاصة نشرها اتحاد الكرة ظهر اليوم في كواليس وصول محمد النني إلى معسكر المنتخب والتقائه بروجير ميكالي المدير الفني البرازيلي لمنتخبنا الأولمبي والكابتن محمود حرب قدامنا على الشاشة هو مدير منتخبنا الأولمبي. أكيد المنتخب بيستعد للسفر إلى بوردو في فرنسا يوم الأربعاء اللي جاي عشان خد مباراتين وديتين مع أوكرانيا والعراق يوم 14 ويوم 17، وشايفين طبعا من خلال الصور استقبال حافل من الجهاز الفني من خلال ميكالي ومحمود حرب وتياجو وعادل مصطفى وسيد السويرك وليوناردو وجواو وخالد سرحان المترجم لنجم كبير محمد النني اللي بالتأكيد اللي كان حريص التواجد مع المنتخب في هذه اللحظات قبل السفر إلى فرنسا. طيب تأكيدا لهذه التفاصيل ومزيدا من أخبار جديدة وكواليس جديدة معنا على التليفون الكابتن محمود حرب مدير المنتخب الأولمبي. كابتن محمود مساء الخير. انت نور، ازاي حضرتك يا فندم؟ ازاي حضرتك؟ يا رب تكون بخير ونتمنى يا رب موافقة يعني مشاركة موفقة في الألعاب الأولمبية في باريس يا رب إن شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله بدعواتكم وبدعوات الشعب المصري كله ان شاء الله ان شاء الله. عايز اطمن منك بس على برنامج الفريق. المعسكر بدا من يوم الجمعه، النهارده النني انضم للمعسكر. السفر امتى؟ برنامج الفريق حتى اول مباراه في فرنسا باذن الله. احنا الحمد لله بدانا المعسكر من يوم 5 وبدانا تمريناتنا من اول يوم، معسكرين ان شاء الله في القاهره لغايه يوم 10، وبعد كده يوم 10 هنسافر على طياره خاصه ان شاء الله الى مدينه بوردو. هنلعب خلال الفترة زي ما حضرتك قلت مباراتين يوم 14 ويوم 17 مع أوكرانيا والعراق. يوم 18 إن شاء الله هنسافر على مدينة نانت، المدينة اللي إن شاء الله فيها مجموعتنا، هنلعب فيها مجموعتنا إن شاء الله. انضم لينا النهارده برضو كابتن النني وكابتن زيزو لسه واصل حالا، برضو انضم حوالي من ربع ساعة كده، يبقى اكتمل المنتخب إن شاء الله كله إن شاء الله. وعندنا تمريننا النهارده الساعة 7:30 بالتمام لكل أعضاء الفريق يعني إن شاء الله. كده ال 22 لاعب بالتمام والكمال مع روجيري ميكالي خلاص. تمام. إن شاء الله. السفر يوم الأربعاء بالبعثة بالكامل لخوض المباريات الودية والتحضير. في أي حاجة جهاز المنتخب محتاجها؟ في تواصل أكيد مع اتحاد الكورة، اجتماعات مع وزير الرياضة، الأمور كلها الحمد لله ماشية بشكل كويس؟ لا كله تمام. مجلس الإدارة بالأستاذ جمال علام وفر لنا كل حاجة صراحة، والدكتور أشرف صبحي طبعا متابع معانا خطوة بخطوة كل حاجة، يعني متابعة يومية تقريبا، وكل حاجة الحمد لله ميسرها ومش ناقصنا غير دعائكم عشان ربنا يكرمنا كده إن شاء الله. هل هيبقى كابتن المنتخب في البطولة أو في الألعاب الأولمبية معروف من دلوقتي، ولا هيبقى ممكن تعزيل بدخول النني وزيزو يا كابتن محمود؟ لا ان شاء الله كابتن المنتخب هيكون كابتن محمد النني. هو هيكون كابتن المنتخب، وده باتفاق مع كابتن ابراهيم عادل كابتن الفريق والمدير الفني مستر ميكالي، فاستقرينا ان شاء الله هيكون كابتن النني هو كابتن المنتخب ان شاء الله. استقبال ميكالي النهارده للنني، انا شفت حتى في الصور ابتسامه وضحك وفي يعني سعاده لدى الجهاز الفني بوجود نجم كبير زي محمد النني مع المنتخب الاولمبي. عايز اعرف يعني كواليس الاستقبال ومدى سعاده ميكالي بتواجد القوام اللي كان هيستعد بيه لباريس ان شاء الله. والله طبعا اضافه لينا كابتن نني وكابتن زيزو، اضافه للمنتخب زي ما قلت لك، احنا ان شاء الله 22 راجل طالعين معانا شايلين اسم مصر، ان هم ان شاء الله يحققوا حاجه اذا كانوا لعيبه الاولمبيين او اللعيبه الكبار. حتى انا احب اشكر اللعيبه حتى اللي شاركت معانا في التصفيات ايام كاس الامم، وما يعني ما ساعدناش الحظ ان هم يكونوا معانا ويكملوا معانا لظروف ايا كانت اصابتهم او ما تمش اختيارهم، لكن كل الناس دي شاركت ان شاء الله في الانجاز اللي احنا رايحينه. فاضافه طبعا كابتن نني، اكيد المدير الفني مقدر نجوميه كابتن نني وكابتن زيزو والاضافه اللي هيضيفوها للفرقه ان شاء الله ككباتن كبار من كباتن مصر. أكيد بإذن الله. في أي تفاصيل متعلقة بمشاركة المنتخب حتى في افتتاح الدورة الأولمبية، تواجد مع في طابور العرض بخصوص رفع علم مصر في الدورة الأولمبية، هل فريق الكورة هيكون مشارك ومتواجد؟ للأسف هي فرق الكورة أو يعني نشاط الكورة عامة مش بيبقى مشارك في الافتتاح لظروف ان الكوره اصلا بتبدا قبل الدوره الاولمبيه، يعني الدوره الاولمبيه بتبدا 27، احنا اول ماتش عندنا بيبقى قبل البطوله ما تبدا اصلا، فيعني هي كوره، وبعدين الكوره ما بتقعدش في القريه الاولمبيه، بتقعد في فنادق بره في مدن مختلفه يعني. اكيد. فللاسف الكوره لان الافتتاح يوم 27 احنا يبقى عندنا ماتش يوم 28، فهتبقى في صعوبه ان تتواجد الكوره في افتتاح الاولمبيات، وده طبعا معروف يعني الكوره دايما ما بتشاركش لان بدايتها قبل الاولمبيات ما بتبدا عشان عدد الماتشات كتير.
عموما احنا معاكم على طول في كافه التفاصيل وفي كل اللحظات عشان نطمئن عليكم. شكرا ليك كابتن محمود وموفقين باذن الله. شكرا جزيلا. شكرا.